كل مؤمن يدرك أنه لا بد له أن يلقى الله، لا يوجد مؤمن يرتاب في هذا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالموفق من جعل له وديعة عند الله. إذا بعثر ما في القبور وحشر الناس وقام العبد يمشي على خطوات أرض المحشر، ربنا يقول فلا تسمع إلا همسا حتى يفي إلى أرض المحشر ويقف عليها. هناك اليوم أنت تعطي وغدا أنت تأخذ، وما أعطيته في الدنيا ستجده أمامك، هي ودائع. هذا يودعها في بنوك وهذا يودعها عند ملك الملوك. فمن أودعها في البنوك لن يراها إذا غيب في اللحد، ومن أودعها عند ملك الملوك لا ترد له كما أودعها، بل يضاعفها الله جل وعلا له. وهذا شيء لا يقدر عليه إلا الله. فالإنسان يودع الله جل وعلا ماله، يودع الله جل وعلا ركعات في الأسحار، يودع الله صلاحا وبرا مع والديه، يودع الله كلمات طيبة مع جيرانه، يودع الله خطوات يحتسبها إلى المساجد، يودع الله أبناءه يربيهم على الدين، يودع الله حلقات ومجمعات قرآن ينفق عليها ماله علّه أن يجد ذلك عند الله، يودع الله جل وعلا أبناء المسلمين يعلمهم ما يدلهم ويرشدهم على الله. والودائع في هذا الباب عظيمة كثيرة، لا يمكن لمثل ولا لغير أن يحصيها. فالموفق من جعل له وديعة عند الله.